السلام عليكم، مرحبا في فيديو جديد. اذا كل مواصفات سعر هاتف سامسونج اف 04، كل شخص على هاتف هذا مواصفات الدعم سوف ديروا جيم فيديو واشتركوا في القناة مشتركين انستغرام تعتقد في صحبة الابوني. ويبدأ نبدأ بشكل الهاتف هذا والشكل تاعو كيفاه يجي داير. بالنسبة للهاتف هذا فيه الاقتصادية، من ارخص الهواتف تقدر تشريهم من سامسونج. نبدأ بشاشة تاعو، يجيب شاشة LCD حجم تاع 6.5 إنش، يجيب بروسيسور هيليو P35 من ميديا تك. بالنسبة للكاميرا، يجيب كاميرا أساسية 13 ميجا بكسل، ويجيب كاميرا سيلفي 5 ميجا بكسل، فيديو صورة 1080p 30 فريم. بالنسبة للباتري تاع الهاتف هذا، يجيب باتري 5000 ملي أمبير، الشحن السريع تاعها 15 واط، والنسخة تاع الرام وستوكاج يجيب نسخة واحدة لي 4 رام 64 جيجا. بعد تخرج نسخة جديدة من الهاتف هذا، يجيب مواصفات شوية خير من هذا، ويجيب رام 8. اليوم راح نحكو على السعر تاع النسخة هذه اللي هضرنا على المواصفات تاعها. بالنسبة للسعر تاعها حاليا، تلقاوها من 2100 2200. النسخة الوحيدة اللي كاين في الهاتف هذا اللي هي نسخة 4 رام 64 جيجا. وهذا كان فيديو اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم، دفتكم به كما قلتلكم، ديروا جوان فيديو واشتركوا في القناة دوك مشتركين، نستنى تلقاو صحابي ابوني، وتلقاو فيديو جاي ان شاء الله. والسلام عليكم.